النهارده احنا في مكان من كام سنه يتعدى على الصوابع كده كان ممنوع الاقتراب او التصوير للمصريين، يعني زي وزي كده وجد وجدك كان صعب يخش ويقطع تذكره بقى فيزا ولا كاش ولا كله، كان ممنوع ان انت تخش المكان ده. اشمعنى؟ لان هنا كان القصر الرئاسي، هنا القصر الجمهوري، هنا الحكم اللي كان لمصر ل 700 سنه. هقول لك حاجه، ل 700 ايه؟ سنه. بس طبعا كلنا واحنا صغيرين اتضحك علينا ان دي قلعه مين؟ محمد علي. منا لله بقى قبل نعمه مدرسه الدراسات اذتني في معلوماتي، وكنا بنفرح قوي في الفصل طالعين رحله لايه؟ لقلعه محمد علي ونفرح. كبرت بقى لما دخلت الكليه وفهمت ان هي قلعه مين؟ ناصر صلاح الدين. بس هل محمد علي بنى قلعه؟ لا، بنى قلعه. قلعه مش قصر. والاصل ده بتاع الكليه واسماعيل. لا، بنى قلعه. شباك التذاكر لما تطلع منه وانت مروح هتبص الناحيه الثانيه كده هتلاقي جبل المواطن. اعلاه دي كانت قلعه محمد علي، معموله دلوقتي ساكنه عسكريه. هتلاقي فيها ابراج حديد كده فيها. وكان عامل زلاطة، يعني ممر صخري من فوق لهنا. طب وصلاح سالم ما كانش موجود؟ صلاح سالم ما كانش ايه؟ ده صلاح سالم ده كان موقعه خندق. خندق يعني ايه؟ المنطقة دي منطقة عسكرية، المنطقة ديت كتايب عسكرية عايشة هنا، وبالتالي كان بيعمل لها أسوار وأبراج ويعمل خندق عشان لو أي عدو جاي من الأرض من أي اتجاه صعب إن هو يطلع يتسلق الإيه؟ شغل حربي او شغل ايه؟ عسكري. ومن هنا نقدر نقول ان محمد علي عمل قلعه كان بينزل لها بزلاقه قبل صلاح سالم، كان بيجي هنا لقلعه صلاح الدين الايه؟ ايوه. لو قلنا للمكان ده هابي بيرزير يبقى عنده كام سنه؟ كتير. كتير دي كام سنه؟ اصل كلمه كتير وقليل في تاريخ الحضاره المصريه او دوله بعمق مصر التاريخي، لا ده موضوع كبير قوي. 848 سنه الاسوار والابراج دي موجوده. تاني ولادنا الصغيرين اسمعوا، من 848 سنه اتبنت. طيب فضلنا في جدال قلع صلاح الدين وقلعه ايه؟ وقلنا ان هي قلع صلاح الدين. ليه بقى قالوا عليها محمد علي؟ لان كل اللي بقى ماشي جاي من السيده عائشه في الدرب الاحمر ماشي صلاح سالم ما بيشوفش من القلعه غير مسجد محمد علي. شايفين الجامع الجميل ده؟ اجمل مساجد القاهره ده جامع محمد علي. ودي كانت حته انا اسف يعني سياعه قوي من محمد علي وابنيه ان هو فوق اعلى تبه فين؟ في القلعه، عشان انظار المصريين كلها بعد كده تسمي المكان ده ايه؟ قلعه محمد علي. طيب عندكم كام سنه لما عرفتوا ان الجامع ده اتبنى بعد بناء القلعه ب 846 سنه؟ ب 600 سوري 648 سنه. نقول تاني المعلومه، الجامع ده اتبنى بعد بناء القلعه ب 648 سنه. فرق تاريخي كبير جدا، صعب جدا ان احنا ننسب القلعه لمين؟ محمد ايه؟ علي. محمد علي. القلعه دي بقى ساعه ما اتبنت مين اللي بناها؟ صلاح الدين الايوبي. عشان كده احنا بنقول قلعه صلاح الايه؟ وصلاح الدين الايوبي كان عامل قلعه لان الكره الارضيه في الوقت ده غير دلوقتي. الاضطرابات العسكريه وبناء الامبراطوريات وغزوات الدول ده كان سمت طبيعي بين كل دول العالم، وبالتالي كان في صراعات. واحد صراعاته مع الحروب الايه؟ الصليبيه. اتنين، صلاح الدين الايوبي لما جه مصر مين اللي كان بيحكمها؟ الفاطميين الشيعه. فاطمين الايه؟ وهم اللي عملوا مدينه القاهره. اصل قاهره المعز كان عاملها المعز او ايه؟ الفاطميين الايه؟ الشيعه. لما جه صلاح الدين هو كان مذهبه سني ولا شيعي؟ سني. قضى على الشيعه، وبالتالي كانت لسه في حركات تمرد، ممكن حركات انقلاب هترجع تاني لاعاده الخلافه الايه؟ فبالتالي كان عايز يعمل منطقه عسكريه او حصن او قلعه عشان يحمي نفسه ويحمي جنوده اتجاه طبعا حركات التمرد الداخليه او الحروب الايه؟ الصليبيه. اختار القلعه دي واختارها ازاي؟ ده هنعرفه لما نقعد فين؟ في جامع الناصر محمد. واحنا ماشيين كده عايزين نعرف ايه اللي جوه القلعه. القلعه دي زمان لما كانت اتبنت، هو الاول يعني ايه قلعه؟ قلعه يعني اسوار، ابراج، سور، برج، سور، برج. هي دي معنى الايه؟ القلعه. فين الاسوار والابراج باينه عندي دي؟ شايفين البتاع الدائري اللي هو فوقيه العلم ده؟ برج ماشي، سور صغير، وبعد كده ايه؟ برج. لو مشينا يمين كده هنلاقي سور، برج، سور، برج كده بيحوط القلعه كلها.
اكتر من 16 برج موجود جوه قلعه صلاح الدين الايه الايوبي. بس لما جه بقى بعد كده صلاح الدين الايوبي بنى القلعه، هو اصلا ما عادش في مصر، بدا يكمل حروبه الصليبيه الخارجيه. جه بعد كده واحد اسمه ايه الكامل محمد، هو اللي نقل حكم مصر هنا بقى، رئيس مصر، ملك مصر، سلطان مصر، كان بيحكم مصر من هنا. مصر كلها كانت بتحكم منين؟ فرماناتها وقراراتها وكل شؤونها الاداريه كانت من جوه قلعه صلاح الدين الايه. بس كان مقسمها في قسمين كده، قسم مدني في القصور والحياه بتاعته هو واولاده بقى اللي هيحكم، وقسم عسكري للجنود والقلقشانات العسكريه. حد فاهم حاجه؟ يبقى احنا بنتقسم قلقشانات، يعني مناطق عسكريه زي كتايب عسكريه كده، بس دي لفظه عثمانيه معناها منطقه ايه؟ عسكريه. فهمنا الفكره؟ وحدات مش خندق، وحدات عسكريه، وحدات عسكريه، كتايب عسكريه، خلاص، اماكن بيبقى ساكن فيها طوابق للجند او منازل الجند بمفهوم الحديث. طيب عايزين دلوقتي نقول بقى واحنا دخلنا من الباب ده، هو ده الباب الرئيسي بتاع علي صلاح الدين؟ لا، ده باب حديث اسمه باب صلاح ايه؟ سالم. الباب الاصلي كان باب اسمه باب المدرج وباب العزب. باب المدرج ده اللي بيودينا على الحطابه، والعزب اللي بيودينا على قلعه صلاح الدين ايه؟ سوري، على ميدان صلاح الايه؟ الدين. خلاص، يبقى ده باب حديث ولا قديم؟ حديث. ده حديث جدا. اول ما بنخش بنلاقي ارض فاضيه. ركزوا عشان في اخر اليوم هسال، انا ذكرت كام مكان جوه قلعه صلاح الدين ولا يقول لي الاماكن كلها ليه جايزه. احمد صابر هو اللي اداله عشان جايزه ماليه، هو راح فين؟ اختفى. اول مكان على ايدنا اليمين ده كان وانجسر، كان قصر اسمه قصر يكن باشا. نفهم بقى قصر ايه؟ يكن، اللي هو اندثر الارض ده. ايه الجزء اللي ورايا ده؟ دي كانت دار الضرب، دار الايه؟ او دار سك العمر. هنا البنك المركزي المصري قديم. حد فاهم حاجه؟ هنا الدينار الذهب او الدرهم الفضه كان بيتدرب هنا في المصانع، هنا في المسابك. هنا ليه؟ هنا عشان مكان طبعا شديد الايه؟ خطوره، حراسه، اقدر اامن الايه؟ العمله المصريه في التوقيت ده. ودي طبعا هنلاقي فيه بعض الكباب كده طالع منها حاجات ازاز، صح؟ او ابراج زجاجيه. دي كانت منافس للدخان اللي طالع من سبك الايه؟ العمله. وكان بيتدرب هنا الدينار الذهبي قبل ما يبقى فيه جنيه طبعا، والدرهم الايه؟ اتفضل. عارفين الدينار بيبقى كام جرام ذهب؟ 4 جرام 4 جرام وربع. شوف ده بيذاكر من المحاضرات اللي فاتت، انتوا جايين 4 جرام وايه؟ وربع. يعني الدينار عامل كام بقى دلوقتي؟ هو الجرام بكام؟ 3300 3300 والله وصل 4 14000 دينار الذهب ايام لما كان لينا ايه؟ عمر. طيب دي دار الضرب ودار الايه؟ السكه. هنا دي طبعا قصر الجوهره، ده اتبنى في عصر عثماني. قلعه صلاح الدين شافت عبق عصور مختلفه، عصر الايوبي، عصر مملوكي بحري، عصر مملوكي جرجسي، عصر اسره محمد علي، وعصر عثماني. خمس عصور متعاقبه بانواع فنون مختلفه. وعشان كده انت داخل متحف ايه؟ متحف مفتوح، هي قلعه صلاح الدين الايه؟ ايوه. قصر الجوهره كان عامله محمد علي باشا في العصر العثماني، مكان او كان في ظهره مصنع اسمه مصنع ديناميت. عارفين مصنع الديناميت؟ القلعه دي كان جواها مصانع وكان فيها مدارس للهندسه. كان بيحارب في سنه كام؟ سنه 576 هجريه، 1176 ميلاديه. 1176 ميلاديه. خلاص كده؟ قصر الجوهره كان وراه مصنع ديناميت زي ما قلت لكم. القلعه كانت بتصنع مدارس. مصر كانت بتصنع سلاحها في فتره محمد ايه؟ علي. والقلعه اللي انتم شايفينها دي كانت بتصنع 20 مدفع شهريا. 20 مدفع شهريا، وهو كمان اللي كان بيصنع الديناميت. للاسف بقى يعني من اثار الجانبيه لمصانع الديناميت اللي كانت موجوده هنا ان بعضها انفجر واثر وعمل حريق كبير جدا في قلعه مين؟ عشان لو ما كانتش المصانع دي والحرائق اللي اتعرضت ليها قلعه صلاح الدين كنا هنشوف اثار مختلفه تماما عن اللي شايفينه دلوقتي. اثار كتير اندثرت، اثار كتير اتحرقت، اثار كتير طبعا ايه؟ اتاثرت بعوامل الايه؟ الجو. يبقى احنا اتكلمنا قصر يكن، 2 دار الايه؟ سك العمر، 3 قصر جوهره، 4 سرايا العدل. شايفين المباني اللي هي متصلبه هناك دي؟ سرايا باللغه التركيه معناها ملك.
ديت يعني ايه سرايا العدل؟ دي كانت الوزارات زمان زي وزاره العدل كده ووزارات التنميه الاجتماعيه والحاجات دي كلها كانت بتبقى جوه الايه؟ القلعه. موظفين الدوله كانت بتخش هنا قلعه صلاح الدين الايه؟ الايوب. هنبدا نتحرك مع الممر ده ونخش اول مسجد من اربع مساجد موجوده جوه القلعه. احنا كلنا قبل ما نيجي كنا عارفين ان الجامع ده هو اللي موجود جوه الايه؟ القلعه. في كام مسجد جوه القلعه؟ في اربعه. اربعه ايه هم طيب؟ مسجد الناصر القلاون، الناصر محمد ابن قلاون اللي احنا نخشه، محمد علي الجبل، شهير سريه الجبل اللي هنزوره، سليمان الخادم. هو سليمان الخادم هو سريه الجبل. هو مسجد قسط، هو ليه كذا مسمى. الرابع وياخد 2 جنيه وربع. طب 5 جنيه. طب هنزله بالعربيه مكان اللي بدا السيد عيشه. الرابع كان مسجد احمد كتخدة عزبان عند باب العزب. احمد كتخدة عزبان. عزبان عند باب الايه؟ العزب. العزب. هنا اربع مساجد موجوده من 12 مسجد في خلال فتره قلعه صلاح الدين الايه؟ الايوبي. جاهزين؟ جاهزين. يلا نتحرك. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.